معاك دخان. أيوة كلام عينك. روقتي؟ الحمد لله على السلامة. أنا رح أترككم بالإذن. كيف صرتي هلا؟ أشكل ما كنت متوقع أنه نوصل لهون. أنا كل يوم كان عم يمرق بحياتنا، كنت عم شوف هذا اليوم بعيوني. أوف، لهالدرجة كنت عم تعاني وساكتة؟ ما كنت ساكتة، كنت عم صرخ، بس أنت ما كنت عم تسمع. رأف، أنا جاي لهون مشان أطمن عليك، ما بدي أحكي بالماضي. الماضي هو جزء من الحاضر ومن المستقبل كمان، ولولا الماضي ما كنت أنا هلأ قاعدة على الكرسي. أنت ليش عم تعذبي حالك وتعذبيني؟ لما ما كان فيكي شيء، ولما كنتي بالغيبوبة، وهلأ وأنت على الكرسي، بكل تفصيل عم تعذبيني إلي، عم تحمليني إلي المسؤولية. لما تزوجتك تزوجتك لأني حبيتك، وما كنت متخيلة إنه بيوم من الأيام صير مصدر ألم لإلك. اللي صار صار وما راح يتغير شيء، ما فينا نحكي بالماضي. المهم هلأ نحن شو؟ نحن زوجين، كل واحد فينا عايش بمكان، والذكرى الوحيدة بيناتنا هي الألم. يعني ما تغير شيء، لساتك أنت المظلومة وأنا الجلاد. كمال، أنت ما فيك تنكر أنك جزء كبير من اللي صار. لأنه أنا اللي أعطيتك الحبوب وخليتك تدمني، ما؟ أنا اللي قتلت ابنها جوات بطنك لأنك أدمنتي على الحبوب وعلى المخدرات. أنا السبب. تعملت كل هدول. برافو عليك، دراما حلوة كتير. بيلبق لك دور الضحية. أنت دائما بتهرب وقت اللي بتحس حالك خسران. أنا وأنت وصلنا لمكان الربحان فينا هو الخسران. أنت ما خسرت شيء أبدا، أنا اللي عم بدفع الثمن لحالي. يبدو ما في فائدة بالحكي معك. نحن بحياتنا ما رح نفهم على بعض. نحن بالأساس ما كنا بنفهم على بعض. انتظري مني تليفون. تمام. كنت بدي اسألك شو رح تساوي مشان معن مراقبته لإلك؟ فيك تروحي. حاضر، باي. كل التحضيرات اللي سويتها بيطلب مني اشتغل تحت وصاية معتز، هيك بكل بساطة. يبدو انه معتز عائق كبير قدامك يا بيك. كل اللي عم تعمله وتطمح له يعني عم يتكسر قدام معتز. معتز اللي راح يتكسر، مو احلامي. يا بيك، بإشارة واحدة منك تعتبر معتز منتهي. لازم ينتهي، لأنه جسة معتز هي الجسر اللي ما بقدر وصل للطرف الثاني قبل ما ادعس عليها.
Thank you.